اليوم درنا دوره استثنائيه باش اعاده التصويت على ديك التعديلات اللي دخلوا اللي دخلناهم من بعد الرساله ديال السيد الوالي اللي ما اشرش على الميزانيه ديال شهر اكتوبر. كي كيعرف الجميع كان ملاحظات فهذيك الرساله المراسله ديال السيد الوالي، كان واحد سوء الفهم كما قلت، كان سوء الفهم فيما يخص عده نقاط، خصوصا فيما يتعلق بالنقل، حيت هذوك النقل حنا راه ما زدناش كراء السيارات ولا غادي نكريو سيارات اخرين، هذاك فيما يخص الشاحنات المحمله بالسهاريج باش نجيبوا الماء من العيون ونسقيوا المساحات الخضراء، فيما يخص تهيئ المساحات الخضراء، حنا رفعنا شعار بالنسبه للبيضاويين كنقولوا بانه لا يعقل مدينه كمدينه الدار البيضاء اللي ولات مدينه اسمنتيه ما يكونش فيها مساحات خضراء، قلنا غادي نكثروا وغادي نخلقوا مساحات اخرى، مساحات خضراء اخرى، لهذا خاصنا واحد 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 الميزانيه نرفعوا منها، وهذا التحدي رفعناه حتى مع البنك الدولي في القرض اللي خديناه من عند البنك الدولي، قلنا بان 40% غادي تمشي في كل ما هو بيئي فيما يخص هذا الشيء ديال اعاده الدوران ديال المياه العادمه وكذلك المساحات الخضراء. فيما يخص اعاده الهيكله ديال المساحات الخضراء الموجوده، لا يعقل باننا واحد الميزانيات واحد المساحات الخضراء اللي تخسرات عليها ميزانيه ضخمه وتجي تخليها للاتلاف، قلنا بان راه خصنا نخصوا لها واحد الميزانيه. فيما يخص الفرق الرياضيه الجمعيات، حيت دارت الجمعيات الرجاء والوداد دارت واحد اتفاقيه معها، هذيك الميزانيه مخصصه للرجاء والوداد، السيد الوالي كان في المراسله كيسحب له بانها مخصصه لشي جمعيات اخرين، لهذا كان خصنا نديرو في الملاحظات، خصنا نشرحو، شرحنا تفهم السيد الوالي. فيما يخص الشق المتعلق بالطبيه، الطبيه عندنا 342 مليون هي المداخل ديال مدينه الدار البيضاء، الميزانيه ديال مدينه الدار البيضاء لهذ السنه هذا. حنا ما كناش كنتسناو بان غادي تجينا ديك المراسله من المديريه العامه للجامعات المحليه باش يتحيد ديك 120 مليون اللي مشينا خدينا كرخصه استثنائيه خلال السنه، حيت كان عندنا واحد المشكله اللي مشكل ماشي ديالنا حنا، ديال المجالس السابقه، ديال المجلس السابق اللي ديال 2019، وهذاك المشكل مع الشركات اللي كتدبر النظافه لمدينه الدار البيضاء كيبقى واحد ليكار، واحد الفرق ديال 4 شهور، وزيد عليها هذيك الشهرين كنوليو كنلعبوا في 6 شهور، راه الصحافه انتم كتبتوا كل شيء هضر عليها بما فيهم الشركات ديال النظافه، كيقول لك لا يعقل باننا حنا 6 شهور ولا 7 شهور وما مخلصينش، والعمال غادي يديروا سميتو ولكن حنا كنخلصوهم، ما غاديش يديروا وقفات حتيناهم باش يديروا وقفات. قلنا نلقاو حل لهذا الشيء هذا، مشينا لوزاره الداخليه وخدينا واحد الرخصه استثنائيه، بداو كيحيدوا منها على سورس، فهمتي كينقصوا لنا من هذه السنه هذه، حنا ما كناش كيسحبنا راه غادي، لهذا هذوك النقاط كاملين اللي جاوا في الملاحظات ديال المراسله ديال السيد الوالي راه درنا عليهم تعديل. الشق اللي شرحت لكم ديال المساحات الخضراء وديال النقل فيما يخص هذا الشيء ديال الماء ديال العيون باش نهزوا الماء من العيون، حيت كاين واحد راك عارفين الجفاف، الله يرحمنا الله يرحمنا ويرحم الجميع، كاين جفاف خصنا، كاين عيون اللي كيمشيو غير البحر ما كيستغلهم حتى واحد مع الاسف، وحنا في نظره الماء وكاين عندنا مشكله ديال المخزون المائي، ما غاديش نستعملوا الماء الصالح للشرب كما جات في الدوريه ولا السيد الوالي تا هو كيحث عليها، كيقول لك لا يعقل باننا نبداو نسقيو المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، قلنا باش نبداو نستغلوا ديك العيون ونهزوهم بهذوك الشاحنات المحمله بالسهاريج، لهذا هاد النقط هادو كاملين. كاين النقطه المخصصه فيما يخص المقاطعات راه بعض الاخوان راه تفهموا بعض الاخوان ما تفهموش، ولكن السيد الوالي المراسله ديال السيد الوالي كيقول لك بان هذا الشيء من اختصاص الجامعه ماشي من اختصاص المقاطعات، راه تفهموها الاخوان، لهذا تم التصويت على هذه الميزانيه التعديديه، وراكم شفتوا راه التصويت تقريبا بالاجماع، كان بعض الملاحظات في الاخوان ديال المعارضه اللي نورمال ماشي كافيه وكثر من هذا الشيء هذا، حنا قلنا كل سنه رفعنا التحدي باننا كل سنه غادي نبداو نرفعوا من الميزانيه ديال المساحات الخضراء، راه قلت لكم لا يعقل بان البيضاويين وهذا الشيء في لي نورم ديال العالم لي نورم مونديو، بان كل ساكن اللي كيقطن في ديك المدينه خص يكون عنده واحد 10 المتر ديال المساحات الخضراء، اذا به الدار البيضاء ما عندنا حتى متر البيضاوي ديال المساحات الخضراء، كنقولوا فاش جينا رفعنا التحدي ورفعنا شعار بالنسبه للبيضاويين كنقولوا راه المساحات خصنا نكثروا ونخلقوا مساحات خضراء جديده، وهذا حتى في التحدي اللي رفعناه ولا الالتزام اللي خدينا مع البنك الدولي
راه خدينا التزام باننا كنقولوا غادي نكثروا غادي نخلقوا مساحات خضراء جديده. ولا يعقل كما قلنا بان كاين المساحات الخضراء اللي تم غادي تتم الاتلاف ديالها حيت ما بقاتش كتسقى حيت تعطاو التعليمات باش ما نبقاوش نستعملوا الماء الصالح للشرب، دونك ما بقاتش كتسقى. راه كتشوفوا بان بعض المساحات الخضراء راه غادا للاتلاف. ولا يعقل هذا راه التبديد ديال الماء العام، لا يمكن واحد المساحه اللي تخلقات بواحد الميزانيه ضخمه وفي الاخر نخليوها تمشي للاتلاف. خصنا نلقاو حلول باش نسقيو هذوك المساحات. النقطه ديال المشاريع تحليه المياه العادمه هذه خمسه ديال المحطات اللي غادي يديروا، وكانوا خصهم يشوفوا النور هذه واحد سنتين ولا ثلاث سنوات، مع الاسف كان تعثر. راه حنا خدامين باش نخرجوه في هذه الايامات. امر عادي وطبيعي ان الميزانيه لم يتم التاشير عليها من طرف السيد الوالي، اللي باعتباره السلطه الترابيه اللي كتتبع وكتراقب عمل المجالس. لكل ما هنالك انا كنعتقد ان هذا كيدخل في النجاعه والحكمه ديال التسيير والتدبير. كانت ملاحظات معينه طبيعة الحال، المكتب المسير ومعه الاغلبيه راه درسوا هذه الملاحظات هادو، وكانت توضيحات واجابات. الان وقع تعديلات على هاد المشروع الميزانيه في قراءه ثانيه، راه كانت تصوت عليها باغلبيه. وبطبيعه الحال الهدف كله هو تنميه هذه المدينه الكبيره اللي هي الدار البيضاء، وننجحوا المسار ديال الاغلبيه اللي كتسير مدينه الدار البيضاء في الولايه الجامعيه الحاليه. رايي عموما، لا اقصد لا الاشخاص ولا الاحزاب، كل توجه عنده موقف ديالو الخاص به. وبطبيعه الحال لغه المعارضه ماشي هي لغه التسيير والاغلبيه. التواريخ انا بطبيعه الحال التواريخ اللي تعطات والمواد اللي كتنظم هذه اللقاء هذه كاين فيها شويه اختلاف في الفهم والرؤيه. انا كيبان لي ان اعتماد الميزانيه في القانون المنظم 113/14 راه هو اقصى تاريخ هو 15 نوفمبر، واقصى تاريخ لتاشير السيد الوالي او العامل هو 20 نوفمبر. كل ما هنالك ان السيد الوالي لما ارسل مذكره او مراسله للمكتب المسير كيضمن فيها ملاحظات، وبالتالي ما كانش تاشير. اذا ولينا امام رفض ديال السلطه المحليه لهاد الميزانيه، وبالتالي خصنا في ظرف 10 ايام اننا نجلسوا ونرتبوا الامور ديالنا، والا غادي نمشيو في اتجاهات اخرى. الان التاشير ديال الميزانيه راه خصو يكون قبل فاتح يناير، والا خص اجراءات اخرى. كنتمنى ان التوضيحات اللي كانت والتعديلات اللي دارت تجيب على الملاحظات ديال اسباب الرفض ديال السيد الوالي، وانا كنعتقد ان هادشي كلشي كيخدم مدينه الدار البيضاء من اجل الاقلاع بها وتنميتها. ماذا كيكون احسن باش نديروا لو كوبول ديال هاد النقص، وهذا كيحفزنا باش كلنا ناخذ جميع